نايمين. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بحفر في البيت بتاعي. ايوه بحفر في البيت بتاعي. ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله ده؟ وعشان مفيش حد يوز الشيطان ويقول حنقول بيحفر ليه، انا ريحكم واقول لكم، انا بطلع ببرج ناطحه سحاب عظيمه تلاقي بالحاره بتاعتنا ديت. ايوه برج وناطحه سحاب كبير، وعشان انا ماشي قانوني وبحب القانون، انا معايا الترخيص اهو، ترخيص المباني هعلقه على باب البيت. البتاع ده وقع شويه. لا مش هتاخده يا اخويا. ليه وانا مش كنت معاك؟ يعني من حق ان انا العب بيه. لا يا اخويا انا اللي خدته من جيبه الاول. ماشي وانا كنت معاك هتجيبه العب بيه ولا اروح اقول له اهو بيه؟ لا خد اهو يا اخويا، بس اوعى تبوظه علشان نشوف له بيعه حلوه. ماشي والفلوس بالنص. لا يا اخويا انت الربع وانا التلات ارباع. لا انا الربع وانت التلات ارباع. لا انت الربع وانا التلات ارباع. طيب ماشي بقول لك ايه، يلا ادخل الصور اللي هناك ده عشان اصورك. يلا. لا الصور ده علي عليا، انا هصور مع الكابتن اللي هناك ده اهو. كابتن يا كابتن. فشله وهو بي. لا طبعا هو بي. انتوا مش بتراقبوا بوبو وطمطم هناك؟ سايبينه وليه انتصاروا مع الاجنبيين؟ يا اغبية احنا اجنبيين نصور مع اجنبيين؟ كاميرا! ايه ده؟ ايه الموبايل اللي معاك ده؟ ده فتلة. بتاع مين انت؟ فتلة سرقوا من مروان. من ورايا يا فين؟ من ورايا؟ طيب حسابك معايا بعدين. اتفضلوا كملوا المراقبة. اسعى! اسعى! عرفتي ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ الكنز اللي بوجي وطمطم بيدوروا عليه طلع في الحارة. يعني بوجي وطمطم كانوا بيدوروا غلط؟ تصدقي يا دولي يا اختي، انا كان قلبي حاسس ان الكنز ده ما خرجش بره حارتنا. البركة في الشيخ عاشور والشيخ اللي جابه من بلاد بره. ايوه شفته معاه في الحاره، كان قلبي حاسس ان وراه بحاجه. المهم الكنز طلع ولا لسه؟ كل الحاره بتدور عليه. بتدور عليه فين؟ في الاماكن اللي بيحددها الشيخ جوه البيوت القديمه. معاكي تليفون الشيخ عاشور؟ لا. ليه؟ كنا اتصلنا بيه يجيب الشيخ اللي من بلاد بره يشوف الكنز عندنا، احنا بيتنا قديم. عشان كده كان قاصد اللي يوصله يجتهد ويتعب علشان يعرف قيمته ويستغله صح. يا طمطم اوعى تيأس يا بوجي، انا عندي امل ان احنا هنوصل للكنز، وكل مدى بنقرب منه. قول بقى هنكمل الرسالة بايه؟ ما هو اللي مخوفني ما يطلعش هو. طب قول بس هو ايه. برافو عليك يا بوجي، صح. بتتكلمي جد يا طمطم؟ ايوه يا بوجي صح. الحمد لله انا عرفتها يا جد، انا عرفتها. وباذن الله هنعرف نكمل باقي الرساله.